أن الناس كلهم يشتركون في فهم الكتاب المقدس. العلم يفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة السياسية، علاش؟ وكل من تبعه على اعتقاده يتتبعونه فيقتلونه واحدا تلو الآخر. مسألة ما يسمونه معضلة الشر الآن التي يعني تحدث عنها بكثرة وأصرع جواب عنها من كلامي. إذا قال لك يعني معضلة الشر فتقول له باختصار كونك طرحت معضلة الشر هذا دليل على أنه ليس هو الأصل عندك. لو كان العكس لطرحت معضلة الخير باختصار. مفهوم القضية كونك يعني طرحت معضلة الشر يسمون معضلة الشر فيقال له بأن الأصل عندك الخير. إذ لو كان العكس لقلت معضلة الخير. هذا يمشي قلب هذا الشيء. مسألة ذكر الشيخ حفظه الله مسألة الإلحاد، ولا بد من كل شيء نرجع إلى أساسه وأسسه. فإذا رجع إلى أساسه وأسسه تعرف كيف سقطت هذه الجمثومة الخبيثة، وليس للملحد العربي فيها إلا الترجمة فقط. ملحد العربي وترجم فقط لما أنتجته نخالة الأذهان وزبالة الأفكار مما رفض بله من الفتات المسمومة الذي تلقاه من أوروبا فجاء ينعق بما لا يسمع، فصادف قلوبا فارغة فتمكن فيها الهوى فساقها. هذا نشبهه مثل العامية بحال شي واحد مشى عليه الحال وتنتظر في محطة القطار أي واحد جغد يركب معه، كذلك هذا وقع له. فارغ وخصو يوصل وخصو فركب، فجاء هو من وقف إلى الركب وصار معه. الإلحاد المعاصر التفريق دياله بين الإلحاد القديم والإلحاد المعاصر فيبدأ تقريبا من القرن الخامس عشر، وعهد الفترة هذه تسمى فترة مارتن لوثر وقسيس ألماني، وهذا أعلن يعني الحرب على الكنيسة. ولما أعلن الحرب على الكنيسة وجاء بما يسمى بالمفهوم الجديد، وأن الكتاب المقدس عندهم قال يجب أن يخرج من أيدي القساوسة ويخرج من الكنيسة ويتداوله الناس، وأن الناس كلهم يشتركون في فهم الكتاب المقدس، يعني ما أحد عنده السلطة على الكتاب المقدس. هنا الكنيسة الخبيثة علمت أن البساط سيسحب من تحت أرجلها، ودائما الربط أهل الباطل. هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أهل الباطل عندهم الأمور هذه، كي يستمر لهم أكل أموال الناس بالباطل لابد من واحد السهم يمشي مع متوازن صد عن سبيل الله، لأنه لا يستقيم لهم أكل أموال الباطل إلا بالصد عن سبيل الله. إذ لو علم الناس سبيل الله تبارك وتعالى لما دفعوا لهم سكوك الغفران ولا دفعوا لهم الأموال ولقالوا أنتم كذب وأنتم تأكلون أموال الناس بالباطل. فلذلك تستميت الكنيسة استماتة مستميتة للدفاع عن حصونها. فكان عند الكنيسة على أن الكتاب المقدس لا يجوز أن يخرج من الكنيسة، ويحرم بيعه وتداوله، ويحرم على العامة قراءته، والذي يقرأه هو القسيس، والذي يوجهه هو القسيس، وذلك لعلمهم بما فيه من المخازي من الأشياء المخالفة للعقل والمنطق والمخالفة لما يسمى بالثورة العلمية. فخافت الكنيسة من أن يخرج الكتاب المقدس يسمونهم من الكنيسة، وإلا أصله من عند الله تبارك وتعالى. يعني اعتقادنا فيه أنه محرف، يعني ماشي هذا موطن بحث يعني كيف كتب وكيف وصل إليه الآن عندهم يسمى بالكتاب المقدس. هنا عندهم استعمل هذا مارتن لوثر ما يسمى عندهم بأسطورة يونانية كانت عندهم في صراع بين قوتين عظيمتين، فحاصل هذه الأسطورة على أنه لا تدخل إلى حصن العدو ما تتمكن أن تخترقه من الخارج، فلا بد أن تدخل من الداخل. فهنا هذا مارتن لوثر هو خريج يعني من الكنيسة، فالكنيسة ما استطاعت أن تحاربه أن تقيم عليه حد الهرطقة يسمونه حد الهرطقة أو الإحراق أو القتل. كانوا يحرقونه مع كتبه، وكل من تبعه على اعتقاده يتتبعونه
فيقتلونهم واحدا تلو الآخر. فاستطاعت أن تجرده من ما كانت تعطيه الكنيسة، والحكم عليه بالرجوع والتوبة وتأليب الحاكم عليه. فهو كان عنيدا ووقف في وجهه، بل زاد بذلك ألف كتابا سموه تثقيف الناس ونشره في الناس. فلما نشر هذا الكتاب تثقيف الناس قال إن الكتاب المقدس لا ينبغي أن يكون حفظا، راجت فكرة عند كثير من الناس. إحنا رغضي أعطينا واحد اللي يسمى العهد الجديد في فهم الكتاب المقدس، وهذا العهد الجديد اللي يسمونه بفهم الكتاب المقدس هو الآن لأساس ديال التحالف بين الصليبيين واليهود عليهم من الله ما يستحقون، لأن بينهم كانت حروب متطاحنة، وهذا كله هذا سياسة يهودية في دين النصارى، في دين النصارى. فأخرجوا لهم هذه الفكرة، الفكرة الجديدة، على أنك لن تفهم العهد الجديد الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام إلا بالرجوع إلى العهد القديم الذي كان عليه موسى. فتمزج بين العهد القديم والعهد الجديد حتى تكون على العقيدة وعلى الدين الصحيح. فصار ذلك التمازج والتلاؤم بين اليهودية والنصرانية، وطور خلاف بينهم يتوجه إلى الإسلام، يتوجه إلى الإسلام والمسلمين في حربهم على الإسلام والمسلمين. لما جاءوا هذا أسسوا لهذا الإلحاد الجديد والتشكيك في الكنيسة وفي سكوك الغفران وفي ما يولي عليهم البابا وتلك الطقوس، بعضهم حتى كان يسمي الكنيسة بيت الشيطان، ونشروا أقوالا اقتلوا آخر قسيس بأمعاء، آخر ملك، يعني الثورة عليهم، الثورة على الحاكم والثورة على الكنيسة. فرجت هذه الفكرة في أوروبا بشكل كبير. فهنا لما أقصوا الكنيسة من حياتهم دخل عهد ما يسمى بعهد الثورة، وعهد الثورة الصناعية. فهذا عهد الثورة الصناعية عادت عليهم بربح مادي ملموس، يعني يلاحظ في حياتهم. فنشروا في الناس ما يسمى بالتحذير من الرجعية. هم صدقوا في قولهم أن تحذير الناس بالرجوع إلى الرجعية، الرجوع إلى تلك ما يسمونها العصور المظلمة السوداوية التي كان فيها القتل ومحاكم التفتيش وغير ذلك. والله يا إخوة ما عرف التاريخ أشد إرهابا من النصارى فيما بينهم، فضلا عما سفكوه من الدماء في المسلمين فيما بينهم، صفحات سوداء عندهم رطحة دمائهم. فهم من أشد الناس إرهابا وتطرفا، والتاريخ لمن نظر وتصفح له بعين الإنصاف ما عرف التاريخ أنزه ولا أنظف من جهاد المسلم الذي كان هو جهاد الشرف بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حتى قال أحد الكتاب يعني في وصف الصحابة رضي الله عنهم الرافعي، قال إن هؤلاء كانت أخلاقهم أمام سيوفهم. صدق رحمه الله في هذه المقولة. فهنا حذروا قالوا إياكم الرجوع من الرجعية. أخذها الملحد العربي لك الرجعية. لماذا يحذر من الرجعية؟ لأنه يعلم أننا إحنا إذا نظرت وراءك إلى تاريخ هذه الأمة تجد أنه تاريخ مجيد مملوء بالعز والنصر والتمكين، فهو لا يريد أن يرجع إلى العز والتمكين. وأوروبا يحذرون من الرجعية، لا يريدون الرجوع إلى التخلف. فلما حديث هذا الفكر هذا، فبدأت قواعد الإلحاد الآن ما يسمى بالإلحاد المعاصر الآن، وصار له كتاب وصار له، هكذا انتشر الإلحاد في أوروبا. هذا الإلحاد الذي أنشئ من طرف هؤلاء المفكرين سلط على دين محرف، فأفحم ذلك الدين المحرف. لكن الملحد العربي أخذ وترجم، فأراد أن يسلطه على الدين الصحيح. فهنا وجه الحمد لله بأن هذا الدين قواعد متينة. لكن للأسف الشديد وإحنا ما هو دورنا أولا في تحصين أنفسنا وفي تحصين أبنائنا وفي تحصين تلك الأجيال بأن نعرفهم بمحاسن هذا الدين وعظمة هذا الدين. فهذه الشبهات كلها والحمد لله متهافتة. ولما تجد أن منطلقاتهم أننا مغالطات عقلية، مغالطات منطقية، أشياء يستندون عليها لا أساس لها من الصحة ولا زمام لها ولا خطاب، وإنما هي هرطقة على لغتهم وتخرصات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. يعني هذه اللمحة عن الإلحاد وعن تاريخ إلى أن وصل إلى وكيف دخل إلى البلدان العربية وكيف احتضنه من يسمى بالملحد العربي، وأنه لا دور له فيه إلا
الترجمة، لذلك في أدنى مسألة تولدها عليه فإنه يقف مشلولا ولا يستطيع أن يجيب ولا أن يلبس بنت شفاعة، وإنما يقف ويسكت مشلولا. فلعلي أترك المجال للشيخ أن يتفضل. جزاك الله خير. أحسنتم وافدتم. جزاكم الله خير الجزاء وأوفى. أحسن الله إليك. لو توضح المسألة جزاكم الله خير، ما بالتأكيد مسألة أضيفها ولو سمحتم لي جزاكم الله خيرا، فقط هذه يعني على الملحد العربي جزاه الله خيرا أنه يجتر ويعيد ما قاله الغير. سبحان الله، كاين واحد فيلسوف وجودي كيعرف ولا سميتو جون بول سارتر. سارتر يقول كنا نحذر أبناء العشائر والأسياد من إفريقيا وآسيا ونطوف بهم في باريس وأمستردام ولندن ونزوجهم زيجات أوروبيات ويتعلمون طريقة غدونا ورواحنا ونعلمهم طريقة ركوب عرباتنا. يقول فيعودون إلى بلدانهم، يعني قد صنعنا بلدانهم وهم مفكرون يعني من صناعتنا نحن. يقول فإذا تكلمنا نحن في أوروبا ونقول ليحل دين البشرية بدل الأديان، ارتد رجع أصواتنا من أوروبا من أقاصي آسيا وإفريقيا. شكون اللي كيردد هذه الأصوات ديالهم؟ والملحد العربي او المفكر العربي او الذي سموه كما شئتم. اذن هما داروا ابواق جزا الله خير، تذكرت هذا الكلام، داروا في واحد المقدمه ديال واحد الكتاب سميتو معذبون في الارض ومعذب الارض، جاب هذه المقدمه انهم كانوا كيجيبوا الناس من افريقيا وكذا ويعلموهم يرجعوهم للبلدان ديالهم باش يحاربوا. فقط يعني ربما صحصي يوضحها لكم جزا الله خير، حينما يذكر الالحاد بمقابل الكنيسه، ماشي ان الكنيسه على الحق، انما بمقابل زعما واحد كاين واحد الدين ويزعموا على انهم يعبدون عيسى أو أنهم أن عيسى ثلاثة أو أن الله عندهم ثلاثة ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علو كبيرة، وإنما يبين لكم ظلم الكنيسة، ظلم الكنيسة. لأن مارتن لوثر ربما خرج ده ودير المذهب البروتستانتي كتعرفه، كان مع ربما في فرنسا كان جون كالفا جاب هذا المذهب الجديد وهو يهودي كما تفضل جزاه الله خيرا، يعني ربما صكوك الغفرة. هذا دليل على الكنيسة كانت على البطلان وأن هذا والألحاد على البطلان. إذن شنو غيقابلوا؟ شنو يتولد من هذا الرحيم؟ هذه المعاناة بعد الثورة الفرنسية تولدت العلمانية. نعم. العلمانية فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة السياسية. علاش؟ لأنه ما عاشوا ذاقوا المرارة مع الكنيسة اللي كانت تستولي على الأراضي وعلى الأموال وعلى سبحان الله. سمعت قصة وهذه أضيف قصة جديدة. إذن الكنيسة كانت تستولي على الأموال ديال الناس وعلى الأراضي والكتاب ديالهم اللي كيزعموا أنه مقدس عندهم، إذن اللي غيخالفوا كيقتلوا. المسلمين ما كانوش هكا. الإسلام انتشر من المساجد، الصحابة العقيدة ديالهم واضحة رضوان الله عليهم، وتفضل الشيخ ذكر يعني قضية الصحابة الرحمة ديالهم في الجهاد وفي غير ذلك، ما كانوش كيقتلوا كيف كيداروهما، ما حكم التفتيش. فالرجعية والتقدم، ده الشيخ معتقدين هذا الكتاب سميته التقدم والرجعية، قال لك هو إذا نظر إلى ورائه استعاذ ألا أن يعود إلى هذا الحال اللي كان عليها وتمنى أن لا يرجع. لكن احنا لا شفنا الصفحات البيضاء الدول الإسلامية والصحابة كنتمنوا المجد يعود للأمة. يعني باش تفهموا القضية ديال الإلحاد، ولعل الشيخ يوضح أن الإلحاد حينما يذكر بمقابل الكنيسة وولادة العلمانية ونجيبوا داك الشيء نزل على المسلمين، لا يمكن بتاتا. فرق بين المسجد والكنيسة، فرق بين الدين الإسلامي والدين النصراني اللي دار يعني في القرون الوسطى والعصور الوسطى كيفاش رد أوروبا قبل الثورة الصناعية. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. يعني كما تفضلتم الفرق بيننا وبينهم ما يسمى بتسيير الشأن الديني. فتسيير الشأن الديني عند اليهود وعند النصارى هو حكر على القساوسة، وهم من لهم كلمة الفصل فيه. استحواذهم على الحياة العامة كليا، كل عقود كانت تعقد في الكنيسة، زواج، بيع، شراء، أي شيء في حياة الناس لابد أن يعقد في الكنيسة. احنا المسجد منأ عن هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشهد ضالة في المسجد فقولوا أردها الله عز وجل، لئلا تتدخل أيدي في أموال الناس فتدنس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه يكون أقوام يقرؤون القرآن فيسأل الناس. ومن رأى هديه عليه الصلاة والسلام في نفسه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويقول: ما كان ما يكون عندي من خير فلن أدخر عنه. وكان يعيش عليه الصلاة والسلام في حياته عيشة المسكين، فكان يجلس على الأرض ويجلس على الحصير حتى أثر في جنبه، يمشي حافيا، يركب على الحمار، ينتعب،
هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة على صدق نبوته، على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق قلبه بالدنيا، فما لم يتعلق قلبه بالدنيا وفتحت بعد ذلك، جاءت أموال خيبر وجاءت الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنفقها في سبيل الله، فدل على أن له مرادا آخر ألا هو معي الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك. عمر يؤتى له بأموال كسرى غير الراية الزربية التي كان يجلس عليها، كان فيها يعني قالوا حتى أنها كانت تتحرك بأشياء من دقة في الصناعة، فما عرف حركت فيه شيء، بل بقي على توبية 14 ركعة خير، فلا يأكل الزيت حتى أثر ذلك في وجهه وسود وجهه من كثرة أكله الزيت والخبز، كان في وجهه خطان أسودان من كثرة، يعني زهد في الدنيا. هؤلاء تربية من؟ تربية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء علماء الدين عندنا، نحن علماء الدين أو الشأن الديني، من دخل فيه دخل ليبذل لا ليتوج، يدخل الدين ويخدم الدين، دخل ليبذل من ماله ليعطي لينفق من وقته، لا أن يجلس وتجمع له الإتاوات وتجمع له الأموال. وينبغي أن يكون عندنا هذا فرقان بيننا وبين أهل الباطل، بدءا من أهل الكفر وبدءا من أهل البدع الذين لهم شيء من نزعة مما عند اليهود والنصارى من جهة الاستحواذ على الأموال، وتجد على أن علماء الدين في الملل هم شر الناس فيها، بخلاف علماء الدين في هذه الأمة فهم خير الناس، وكذا أهل السنة منهم أنظف وأنزه الناس عن أموال الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المقيم رحمه الله تعالى إنما بعث هاديا لا جابيا، بعث عليه الصلاة والسلام هاديا لا جابيا، فكذلك كل من صار على ضربه واقتفى طرف وصار على هديه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون بادلا لوقته لماله لكل ما يملك خدمة لهذا الدين، لا أن ينتظر العطاء من الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضي الله عنهم على هذه الحقيقة، وهم الخلص وهم الذين بذلوا وجاهدوا، وإن كان أحد يستحق شيء من زهرة الدنيا فوالله لهم أول من يصرف له منها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم إنكم تجدون أثرة بعدي، أنتم جاهدتم وبذلتم سيأتي من استأثر بالدنيا دونكم. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تركوني على الحق، وفي سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات فاستولي، وبقي أحدهم يعني حيا إلى هذا الوقت، كان الواجب عليه نسبه هذا الدين، هذا دين صبر دين بدل دين عطاء دين أنفق في سبيل الله تعاون بخدمة هذا الدين. هذا فرقان بيننا وبين المبطلين الكفرة والملحدين وكذلك أهل البدع وأهل الضلال، فينبغي أن تلقى أيادي من هو في واجهة الدعوة نزيهة ونظيفة، وأيادي بيضاء يعطي ولا يأخذ، يبذل لدين الله تبارك وتعالى ولا يطمع في أحد أن يجمع له أو أن يعينه أو أن يستعين بالله تبارك وتعالى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا، أحسنتم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم. إذا كان شيء عند إخواننا وهنا حول هنا تفضل. إخوة اللي ما وجل على لل إن شاء الله يترجم لهم فيما بعد ولو كتاب. عندي شيء يعني أنتم الحمد لله فتتم بارك الله فيكم، فقط ممكن أثناء تجربتي مع هؤلاء وجدت أن يعني أدلتهم كلها عاطفية، ليست منطقية ليست عقلية إنما هي عاطفية. يعني تجد رجل مثلا دكتور بروفيسور وكذا ما تقول له أنت لماذا يعني مثلا كنت نصرانيا وتركت النصرانية وأصبحت ملحدا، يقول لك مثلا لأن كانت عندي مثلا بنت عمرها 10 سنين هي بريئة من كل شيء لكن مريضته ماتت، فلو كان يعني الإله كما تقولون موجود موجودا رحيم كيف يفعل هذا بي؟ يعني أدلة
عاطفية. ولا يستغرب هذا، إن هذا سبب إلحاد داروين صاحب النظرية نظرية التطوير. إيه يعني سبب إلحاد هذا الرجل، وهو كان طبعا يعني كان يدرس علم البيولوجيا وفي نفس الوقت كان قسيسا، كيف يعني أصبح ملحدا؟ عنده بنت عمرها 10 سنين مريضت وماتت، مريضت وماتت، فقال الإله الذي يفعل مثل هذا لا يمكن أن يكون إله، فكفر أصبح ملحدا. ما تجد عندهم أي دليل عقلي، فازداد كفرا، فازداد كفرا. بارك الله فيك. الذي ترك الكنيسة وذهب إلى الحد كمستجري من الرمضاء بالنار، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ما هو أن النصرانية على حق دائما أنه نبي على هذا، يقول ترك الكنيسة لأنه يعني ترك نوع تدين، يعني كان عنده الموحد لا يتدين، هذا يفهم أن الكنيسة أو البيعة إذا تركها والعد كان على ضلال وعلى كفر، فانتقل إلى إلحاد آخر وهو الحد المادي أو اللأدرية. فضل جزاك الله خير. نعم. بالنسبة لهذه ذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا، النظرية داروين أو نظرية البيج دانج كما يسمى الانفجار العظيم، وكان هذه نسمعها دائما. فالحقيقة يعني أنا طريقتي مع هؤلاء أنا أقول لهم أنا ما أناقشكم في يعني في هذه النظريات ولا في هذه الأمور، إنما أنا لست يعني الذي أريده هو أن أعرف كيف بدأ هذا الكون، كيف بدأ. أما أنتم تأتون يعني هذه النقطة إن وجدت فهي ليست بداية الكون، لأن أنتم تقولون أن كان هناك نقطة اللي هو بالهولندية اسمها سينغولاريتات، يعني صغيرة جدا لكن فيها يعني طاقة ووزن يعني غير محدد، ثقيل جدا. فالآن أنتم فسروا لنا من أين جاءت هذه النقطة. ولذلك الآن لما واجههم المؤمنون بهذه يعني هكذا، الآن انتقلوا تركوا هذه النظريات والآن انتقلوا إلى نظرية التي تسمى أتسبارت خات، يعني الثقب السود أو السوداء. فالآن هم يقولون بناء على هذه النظرية اللي هي الثقب السوداء أن الكون يمكن أن يوجد من لا شيء، يقولون هكذا يمكن أن يوجد من لا شيء، يعني شخابين أو تتنيتس كونستان. طبعا نحن نقول لهم نحن معكم أن الكون لم يكن، لم يكن فوجد، لكن لسنا معكم أنه وجد من 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 لا شيء، لا، إنما أوجده الله تعالى من العدم، لكن من كلمة كلمة كون، الله هو الذي أوجده. وهذه الآن يعني التقيت قبل شهور مع رجل هو يدرس هذا العلم، علم الكيمياء، هو كان أظن أمه هولندية وأبوه نيجيريا وكان، لكن هو يدرس هذا، وكان سبب إسلامه هذه النظرية، نظرية الثقب السوداء، يعني هذا سبب إسلامه، يعني إنه قالوا طبعا أن الكون ممكن أن يوجد بالله شيء، إذن قال هو رجل يعني أراد الله به خيرا إن شاء الله، قال عقليا منطقيا لا يمكن أن يوجد شيء بدون بلا موجد، بلا موجد. فأنتم الآن تقرون أن الكون لم يكن ثم وجد، إذن فلا بد هناك من موجد وهو الله، فأسلم. نعم، كان الله يهدي من يشاء. بارك الله فيك. نظرية التسلسل المؤثر يسمونها عندهم في الملاحدة نظريات، وهذه أقوى شبههم في الرد على الكون له خارق، وأن هذا الخارق أول لا
الاتباع لأول بيته، أنه قادر سبحانه وتعالى، وأنه عليم، وأنه حكيم، وأنه قوي. فهو مثل لها بالفعل الموجود الآن، بالفعل الموجود الآن عندنا، يدل على أنه ليس هناك تسلسل في المؤثر. إذ لو كان تسلسل في المؤثر لانعدم الوجود. ومثلوا لها مثلا لو أخذنا قنص وأعطيناه يعني الرمي وقلنا له ارمي، لكن لا ترمي حتى يأتيك الأمر ممن هو فوقك، ثم ذلك الذي فوقه يأتيه الأمر، ثم يأتيه الأمر. إذن على التسلسل في المؤثر لا يقع لنا الفعل، فلا بد ليقع الرمي أن يرجع إلى آمر أول لا يأتمر. إذن عندنا الرمي إذا وقع فهو يدل على الأول، الخلق موجود وهو يدل على الأول سبحانه وتعالى، إنه لا ابتداء إلا على أول تبت سبحانه. هذه القواعد يسمى عندهم تصل، وهذه تفهمهم يعني إنهم في الملاحدة يستطيعون لها جواب. الحمد لله هو كذا وصف الله تعالى نفسه، هو الأول والآخر. الإنسان إذا تكلم شيء يعني بعضهم الذي يستعمل مثل هذه القواعد، وإلا الحمد لله في وسط السلفيين الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى أغنان الله تبارك وتعالى هذه الأشياء، لكن بعض إخواننا ممن تلوثوا تصل لهم يعني مثل هذه الأشياء، تصل لهم بعض هذا الحقائق الذين يعني زرقوا في هذا المزلق الخطير، وهذه الدوثة الخبيثة التي هي لا شيء، لكنها أثرت في عقول كثير من الناس. تصل لهم نعم الله تبارك وتعالى أن ينقذ أحدهم من هذا الباطل الذي هو فيه. الله أعلم. إن شاء الله الإخوة يبذلون الجهد في نشر الخير ونشر التوحيد وإعادة الناس المسلمين خاصة كيف قال الشيخ الذين تلوثوا إلى طريق الصواب. أختم بمسألة ربما فاتتنا حتى هي لها علاقة وطيدة بهذا الباب، علاقة وطيدة جدا، ما يتعلق بأدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الشرعية والعقلية كذلك يعتني بها الإنسان قبل بعثته، الإرهاصات ثم بعثته ثم المعجزات ثم معجزات القرآن ثم نصرة الله إله ثم أخلاقه ثم ما يتحدث به إلى غير ذلك مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكر شيئا من شيخ الإسلام في هداية الحيارة هذه كذلك، لأن هناك كتاب نبوات يعني. نبوات جزاكم الله خيرا وسط فيها القول نعم جزاكم الله خيرا. تقصد شيخ الإسلام ابن القيم إنه هو الذي عنده كتاب هداية الحيارة إلى أجوبة النصارى اليهود والنصارى. هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. نعم شيخ الإسلام له القول القول الصحيح من بدل جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم. ابن القيم شيخ الإسلام الثاني بعد شيخه في هداية الحيارة حينما ناظر يعني لأن النصارى كذلك ينكرون نبوة محمد، هذا عام على الملحدين وعلى المخالفين لنا في العقيدة كالنصارى واليهود والبوذيين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن النصارى يثبتون الرب وجود رب الكون لكنهم يلحدون كذلك في إثبات الروح القدس الذي يعني كأنهم جعلهم الأقانيم الثلاثة وغير ذلك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يبارك في الساعة في إقامة هذا المجلس وما تفضل به الشيخ جزاهم الله خيرا سنجعل في ميزان حسناتهم، وصلى الله أن يوفقنا لمزيد خير وإقامة مثل هذه اللقاءات والدورات لتبصير الناس مهم هذا فضيلة العصر الآن. إن شاء الله نعمل على ذلك بإذن الله الدورة إن شاء الله بإذن الله. مرحبا صلى الله عليه وسلم. وأنتم كذلك إن شاء الله في طنجة المغرب صلى الله يحفظ بلدنا المغرب وهذا البلد الذي نحن فيه المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين. حياكم الله.